أهلا بكم من جديد. يشكو المواطنون من تأخر استكمال المشروع النفق في جسر مذبح والذي من المفترض أن يتم إنجازه قبل سبتمبر الماضي، فيما لم يتم إنجاز سوى 45% من المشروع. أكثر من مليار ريال هي تكلفة مشروع نفق بطول 700 متر في جولة مذبح بأمانة العاصمة، بعد أن نفذ الجسر منذ سنوات كحل مؤقت أثبت فشله في حل المشكلة المرورية، لكن هذا النفق اليوم لم تصل نسبة الإنجاز فيه إلى النصف رغم تجاوز الفترة المحددة لتنفيذه. القطع الصخري مخالف لجدول الكميات، جدول الكميات كانت كمية القطع الصخري قليلة. نتفاجأ أن المقاطع أغلبها صخرية. بدأ المشروع في يناير من عام 2014 والمدة التعاقدية فيه 9 أشهر. تنتهي في شهر 9. يا أخي الوضع العام للبلاد. الوضع العام للبلد مما أدى والأحداث الأخيرة في أمانة العاصمة أدت إلى تأخر المشروع، بالإضافة إلى أنه منذ بداية المشروع وبدأت أزمة المشتقات النفطية منذ بداية المشروع، عدم توفر الديزل، المعدات كلها تشتغل بالديزل. نسبة الإنجاز الآن تقريبا تصل إلى حوالي 45% الإنجاز الفعلي الآن. تكلفة المشروع 1,125,000,000. يقترب العام وكل من يمر بهذا المكان في بوابة جامعة صنعاء يستنكر عدم اكتمال المشروع، أما السكان المجاورون والمحال التجارية نالوا الضرر الأكبر. قالوا كان يفعلوا 9 أشهر النفق هذا ويكملوا، قدالهم سنة وشوية بعد ضرروا خلق الله، يعني ما تقول السكان هنا أصحاب الباصات بسروا كيفهم متعفرين ساعة شحاتي كان معهم فرزة هنا الطلاب حق الجامعة. غياب التعاون من الجهات التي تمر خدمتها من المشروع هو ما يشكوه المنفذون، بالإضافة لعدم استلام المخصصات المالية. الآن المالية موقفة الصرف للمشاريع كامل، فالمقاول حس بتخوف فبيشتغل بوثيرة بطيئة جدا لو تلاحظ. معنا مستخلص الآن في الأمانة، نناشد وزير المالية وأمين العاصمة ووكيل الأمانة بمتابعة المستخلص لصرفه بأقصى سرعة للاستمرار في العمل، لأنه أي تأخير برضو علينا تكاليف. ونناشد الجهات أصحاب الخدمات بسرعة نقل خدماتهم التي تعيقنا في العمل بأقصى سرعة. قد يقول أحدهم إن أي مشروع سيخفف من معاناة الناس يجب على المتضررين تحمل تبعاته، لكن آخرون يرون أن التأخر تجاوز حدود الصبر. على أرصفة الطرقات والشوارع عشرات المشردين يعيشون أوضاع مأساوية، الأرض مفترشهم والسماء لحاف، وقصص من المعاناة في التقرير. والله عايش على نهوج المعدن في الشارع، على قطع علب صحة وشير بحن بحق الأكل. كيف تعمل أيام البرد؟ والله أيام البراد نتحمل، يعني نتحمل الظروف. المشردون، تلك الوجوه الشاحبة التي تفترش أرصفة الطرقات في العاصمة صنعاء وفي المدن الأخرى، لم يكونوا أفضل حالا في عهد الحكومات السابقة ولا الآن، بل ربما ضاعفت ضربات البرد القارسة من معاناتهم وتصاعدت بفعل عوامل أخرى كاتساع نطاق الفقر واضطراد أرقام البطالة وتفاقم مشكلة الإسكان، كل هذا يضع مستقبل التشرد في دائرة الاهتمام للتجاهل، كما يشير حاضر المشردين من المرضى النفسيين والعجزة والمسنين الذين فقدوا العيش بسلام في مجتمع العقلاء. كم قد لكم كذا؟ كم؟ 125 سنة أو 127 سنة. طبعا هذا كان تعرف اسمه سلمى بن عبد الله، طبعا كان معهم أكبر مطعم شارع زبير من فارق الحدة. طبعا عرفناهم في أول مرة، أنا طبعا مشتغل في وزارة الداخلية في الأمن. أول ما صادفت فيهم في الدائري أول قضية هذا طلع لهم إلى قسم الشرطة. بعد ما اكتشفنا ما حوالي يمكن 5 أيام دير الجسم في قسم الشرطة، وبعدها وزارة الداخل دخل فلتتهم، طبعا أثرت حالتهم متعبة مرة، إن الأم مثلا كانت تضرب نفسها ما مثل المجنون مرة. دولتنا هذه ما المجنون خلاص نسيتهم مرة، المفروض دولتنا تتابع مثل هؤلاء الأشياء المشردين، هؤلاء تتابعهم، هؤلاء مش مجانين، هؤلاء الناس ما لقيش من يساندهم، الناس من يصير معي مشكلتهم. المشردين حالة يعني شبه
مستعصية في البلد، يعني لا في جهة معينة تنتبه لهم. ثانيا غير مؤهلين بما يعني بكل ما تعني الكلمة هومليسز، يعني فيجب أولا تأهيلهم، إيجاد دور رعاية لهم يعني تقوم بواجبهم، تعلم أبنائهم إذا كان لهم أبناء. مشردو الشوارع والحارات ظاهرة اقترن نموها باتساع نطاق الفقر والبطالة وانعكاسهما على استقرار الأسرة اليمنية، فهم ضحايا لفشل السياسات الاقتصادية في تحسين دخل الفرد والاهتمام به، وضحايا فشل القطاعين العام والخاص في توفير فرص عمل تلبي تطلعات الكادحين وتأخذ بأيديهم نحو مزيد من الإنتاج والاستقرار في الحياة. فمن يا ترى لهؤلاء؟ منذ أكثر من شهرين ومكتب الهجرة والجوازات في محافظة شبوة مغلق أمام المواطنين، الأمر الذي سبب استياء واسع بين المواطنين الذين يناشدون الجهات المعنية إعادة استئناف العمل بالمكتب. تشرق الشمس وتغيب هنا في محافظة شبوة ومكتب الجوازات والجنسية مغلق منذ نحو 3 أشهر في ظل تقاعس الجهات المسؤولة، ووحده المواطن من يتجرع ويدفع ثمن مثل هكذا إهمالا ولا مبالاة وصراعات إدارية. فهم أبناء شبوة يتكبدون المعاناة والمشاق جراء إغلاق مكتب الهجرة والجوازات بالمحافظة، مما اضطرهم ذلك للسفر إلى المحافظات الأخرى لاستخراج جوازات السفر. ماشي جوازات ما في شيء حاجة، والناس يعني بدل ما يشتوا جوازات يسافرون إلى محافظة ثانية، وهذا شيء تعب لهم، يعني في ناس مرضى في ذا، نرجو من سيادتكم النظر في ذلك. هذه صالة مكتب الجوازات خاوية على عروشها من المواطنين، فالعمل في المكتب في وضع التجميد والتوقيف، والسبب في المقام الأول الخلاف على الإدارة بين المدير السابق والمدير الجديد الذي لم يستلم العمل بعد. يعني أبناء شبوة من أغلاق مكتب الجوازات في المحافظة نظرا للخلافات على الإدارة. عند دخولنا مبنى الجوازات في شبوة لم نجد أحدا من الموظفين أو حتى المواطنين باستثناء القائم بأعمال المكتب الذي وجدناه وحيدا وطلبنا منه الحديث للبرنامج، إلا أنه رفض ذلك بشدة ورفض السماح لكاميرا البرنامج بالتسجيل والتصوير داخل المكتب، واكتفى بالقول بأن السبب الإغلاق خلل في شبكة التصوير في المكتب وأن مشكلة الخلاف على الإدارة في طريقها للحل. إغلاق مكتب الجوازات محافظة شبوة تسبب في معاناة الكثير من أبناء المحافظة بالذهاب إلى المحافظات الأخرى، الأمر الذي يكلفهم الكثير من المال والجهد والوقت، مع أن الكثير منهم لا يستطيعون وبعض منهم فقراء لا يستطيعون الذهاب إلى المحافظات البعيدة. قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أوضحت لنا بأنها تقدر معاناة المواطنين جراء إغلاق المكتب وتوقفه عن العمل، ووعدت بفتح المكتب واستئناف عمله خلال الأيام القليلة القادمة. تواصل من قبل قيادة المحافظة، من قبل الأخ المحافظ، ومن قبل مدير الأمن مع الأجهزة المختصة في صنعاء ممثلة بالأخ وزير الداخلية ووكيل المصلحة، وخلال أيام قليلة سيتم إنزال المهندسين إلى الفرع لإصلاح الأجهزة، وسيشهد الفرع افتتاح من جديد. يناشد المواطنين الجهات المسؤولة سرعة فتح مكتب الجوازات وتسهيل الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات ووقف أعمال السمسرة التي شهدها فرع الجوازات بشبوة خلال الأعوام الماضية. جمال شنيتر لبرنامج صدى الأسبوع، محافظة شبوة. كورنيش سالمين دمار وخراب وإهمال، أفقد ساحل أبيان جماله الذي تغنى به الشعراء والفنانون. يطل ساحل أبيان على مفترق قاري ويجمع بين محافظتي أبيان وعدن، في طرفه الشرق البحر والرمل والبندر والكورنيش، يشهد أن هذا الخراب لم يكن صدفة التقى على الساحل، وأن أبيان على الأمواج تتنهد تأففا من القمامة ومخلفات البحر في كورنيش سالمين. رأيتم بأم عينكم أن المرفق هذا مدمر. الكورنيش اللي موجود هذا مدمر، والبنية هو يعتبر من ضمن البنيات التحتية التي يجب أن تتوافر في أي دولة. أعطيكم معلومة، في أماكن في الغرب يتمنوا تكون عندهم مثل هذه الشواطئ. أوكرانيا، أخوي درس في أوكرانيا، يتمنوا أن يكون عندهم شواطئ مثل هذه الشواطئ الجميلة، والدولة بتقوم بها. إحنا نتمنى أن تكون موجودة المرافق التكميلية، إذا كان هذا مرفق سياحي يراد به جذب الناس لابد من وجود الإمكانيات التي تؤهل هذا المرفق يكون جذب. بالنسبة لكورنيش ميم أبيان، تم وضع هذا الكورنيش في منطقة تلاقي الأمواج، مما أدى إلى تدمير معظم
هذا الكورنيش في بداية العمل الأول منذ عام يعني 2002، وتم بناء في نفس المكان يعني كورنيش ثاني من قبل صندوق الإشغال العامة. يقع كورنيش سالمين بالقرب من زجبار عاصمة أبيان، وفي محاذاة منشآت حيوية واستراحات التنفيذيين، لكنه في مكان قصي يكابد عبثية الإرهاب والحرب والإهمال، مسلوب جماله الذي كان أغنية البحر وعشاقه. في هذا المكان وزحمة هنا في هذا المكان، لما يكون في هذا إذا تأهلوا وعملوا الأعضاء والألعاب للأطفال كلهم بيجوا لهنا، لكن هنا ما فيش ألعاب. يعرف هذا الكورنيش بكورنيش الشيخ عبد الله، في الواقع لا شيء من خدماته ترتقي إلى مستوى اسميه المشرفين، طالما وأساساته معرضة للانهيار فوق زواره من الأسر والعوائل المعرضين أصلا للغرق ومخاطر صحية. لا يوجد أي شيء من الخدمات الأساسية في هذا الكورنيش، حتى إذا جبت عوائل تحرق وين توديهم؟ وكما تشاهد هذا الكورنيش وكأن مر عليه 400 سنة وهو يعني ما يتجاوز 5 سنين من بنيته. افتتح هذا الكورنيش مرتين عام 2000 وعام 2006، ويتميز بموقع سياحي جذاب على ساحل أبيان والخط الدولي. في الصورة هذه هو من جملة المنشآت التي تحتاج إلى إعادة إعمار في محافظة أبيان. مع تزايد ظاهرة الإدمان والمخدرات وارتباطها بمشاكل عديدة في المجتمع، يرفض المدمنون التوجه لمراكز علاج الإدمان خوفا من نظرة المجتمع. إدمان المخدرات مشكلة العصر وآفة خطيرة تهدد صحة وأرواح الكثير من شبابنا، وهي ظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة وأصبحت مرتبطة بمشاكل عديدة تهدد أمن وسلامة الأسرة والمجتمع. انتشار الإدمان في أوساط الشباب لا يمكن معالجته بغياب التوعية والمراكز المتخصصة لعلاج الإدمان، إضافة إلى أن الكثير يرى أن الإدمان يقع ضمن دائرة العيب الاجتماعي. يعرف الإدمان بشكل عام أنه استخدام الإنسان لمادة معينة بشكل كبير جدا وبصورة مستمرة تؤدي إلى تدهور الإنسان في مجالات حياته المختلفة، سواء الأسرية أو المهنية أو الاجتماعية يعني. والمادة هذه عادة مواد لا يحتاجها الجسم، ليست ضرورية، ليست غذائية، لكن الإنسان يستمر ويريد أن يستمر في تعاطي هذه المادة. طبعا الإدمان في تعريف يسمى سوء الاستخدام والإدمان. سوء الاستخدام عادة بيكون البداية، أغلب المدمنين يمر أول حاجة بمرحلة اللي هي تسمى الفضول أو حب التجربة، وهذه ربما تكون نتيجة عرض من صاحب أو صديق أو مجموعة، أو هو نفسه يعني سمع عن هذه المادة فيبدأ يتعاطاها حبا في التجربة، وبعد كذا يبدأ المرحلة الثانية اللي هو سوء الاستخدام. بشكل عام أغلب المدمنين يأتوا في مراحل متقدمة ليس في المراحل الأولى، وغالبا ياتوا بضغط من اقاربهم واهلهم يعني. يصر الكثير من المدمنين على عدم مواجهة المجتمع بسبب وصمة العار التي تلاحقه، فتحل الكارثة على الجميع ويحدث ما لا يحمد عقباه. يساهم غياب الوعي في تفاقم المشكلة، حيث يرفض الأهالي عرض أبنائهم المدمنين على أطباء لعلاجهم بحجة أنه لا علاج للإدمان في اليمن، وأن المدمن سيقضي بقية حياته دون علاج. كان بيتردد علينا في العيادات كثير من المدمنين، والمستشفى أساس عندما وضع هو طب نفسي، لا نستطيع أن ندخل المريض المدمن مع مريض الأمراض النفسية. وفي الجانب الآخر هناك شباب يسعون للعلاج، لكن غياب المراكز المتخصصة التي هي أمل كل مدمن لإعادة تأهيله ودمجه في الحياة، وهذا يتطلب جهد المجتمع والأسرة. في جوانب تحدث ممكن تنبه الأسرة والأقارب أن الشخص بيعاني من مشكلة ما. أول حاجة تغير زي ما تكلمنا في جوانبه الوظيفية، كان طالب ممتاز مثلا في المدرسة أو في الجامعة درجاته معقولة، مثلا في عمله مداوم وملتزم، الآن أصبح تدهور إنه مثلا يغيب عن العمل، إنه يخرج بشكل متكرر بغير مبرر، مثلا إنه تدهور في تحصيله العلمي.
علاج الإدمان والنظر إليه أنه مرض يساهم في تقليل أعدادهم، كما أن وضع استراتيجية واضحة وتأسيس مراكز طبية للعلاج، إضافة إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة من ناحية المواد التي لها تأثير إدماني، يساعد على الحفاظ على شبابنا من خطر الوقوع في الإدمان. في ظاهرة يراها كثيرون مقلقة وفي ظل غياب الرقابة على ذلك، يقوم الكثير من أصحاب البقالات ببيع بعض الأدوية في ظل غياب واضح لضوابط بيع الدواء. حالة من الاستياء الشديد سادت الوسط المجتمعي مؤخرا إزاء بيع الأدوية المتمثلة بالمسكنات المختلفة في البقالات والمحال التجارية غير المعنية بذلك، والمواطن يتجاهل النتائج ويذهب لشراء تلك المسكنات من محال المواد الغذائية بدلاً عن الصيدلية. أحياناً يجي المواطن يشتري علاج مشو ذلك مو بتاريخ جديد ولا ذا، يشرب له الباقي على الله بدل ما يروح الصيدلية، يجي في وقت متأخر مقفل الصيدلية ما معلها البقالة جنبي. طرحنا الأمر هذا على بعض أصحاب المحال التجارية التي تقوم ببيع هذه المسكنات، وطرحت لنا رأيها بذلك. يا أخي احنا نبيع هذا البرامول ولا سلبادين وكعني مسكنات وشيء طبيعي عادي، سهم يبيعون في كل البقالات، بيبيعون في أمريكا، في أمريكا في البقالات يعني ما يخلنش كم سكنات هؤلاء، في بعض الموزعين يجي يدي لك بضاعة يعني من الأدوية مقربة هذا يمشيها بسعر رخيص. إحنا نهتم بالتاريخ أهم شيء، تاريخ وصحة الزبون قبل كل شيء. كيف أما أصحاب الصيدليات والمختصين فيرون أن في الأمر مخاطر كبيرة والتي لا يعلمها أصحاب المحال التجارية. في بعض الأحيان زي السلبادين والوليفنيد هذا مؤثر صحيا على الأم، مثلا قد تكون حاملة، طبعا صاحب البقالة يكون عامل ما يعرفش في أثر الجانبية أيش اللي تخطى ولا أيش اللي يضر على النساء. ذهبنا إلى وزارة الصحة لمعرفة دورها في مسألة الرقابة على الأدوية وأين هي من تلك المشكلة المتفاقمة، فأحالتنا إلى الهيئة العليا للأدوية ووضحت لنا أن هذا الجانب ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص الهيئة. التقينا فريق الرقابة في الهيئة العليا للأدوية وهو الآخر رفض الحديث وقال إن الموضوع ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص وزارة الصحة، وهكذا تم التعامل معنا. الرقابة والتفتيش، أنا من رأيي أن الرقابة والتفتيش هو مسؤوليتهم جميعا، يعني في الهيئة العليا للأدوية أولا ومن ثم مكتب الصحة. تظل مشكلة بيع الأدوية في البقالات مشكلة كبيرة وخطيرة وتعرض كثير من الناس للمخاطر في ظل عدم وجود رقابة والتهرب من المسؤولية. القدرة الشرائية المتدنية للمواطن اليمني جعلت الأسواق اليمنية أكثر ضجيجا بميكروفونات المحرجين والمروجين لبضائع إما منتهية أو مهربة. التخفيضات جاذبة للمستهلك اليمني، تدفعه لشراء الأشياء التي قد لا يحتاجها فقط لأنها رخيصة مؤقتا، وفي هذا الرواق قد يشتري الأمراض بسعر رخيص أيضا. هذه بيبيعوها على بناء أنه قد لهن مدة 3 أشهر، ما عاد لها قليلة، ما عاد لهن لها حاجة قليلة، لأنه لو تجز معهم مخزونة أو شيء عاد فيل ما عاد دفتعش خلاص قدهم عرجموها. انتعشت ظاهرة التخفيضات بركود حركة الأسواق اليمنية بفعل انعكاسات الأزمة السياسية وتداعياتها الأمنية، عدا أن هذه التخفيضات قد تكون تخفيضات في عمر المستهلك. مسألة سعر رخص وما رخص تمام، هذا عادر راجع للقدرة الشرائية لي كفرد تمام، أما مسألة أنه يبيع شيء رخيص وشيء منتهي تمام والمبرر مبرر واهي في معظم أسواق العاصمة صنعاء حراك التخفيضات يصم الآذان ويلفت الأنظار ويحوز على الإقبال. فرح الواحد بميتين بقيمة الزبادي اليوم يا شباب اليوم يا عالم. المحرج أو المروج واثق أن شريحة أصحاب الدخل المحدود واسعة، لهذا لا يتحرج من تحدي ماركات العالم أمام سلع إما منتهية أو مشارفة على الانتهاء.